العلم. يقول سهل بن عبد الله التستري: والدنيا كلها جهل إلا العلم فيها، والعلم كله وبال إلا بالعمل فيه، والعمل كله هباء إلا بالإخلاص فيه، والإخلاص أنت منه على وجه، لا يقبل منك أم لا يقبل. ولذلك يقول علي كما عند الخطيب البغدادي: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال أحد السلف لابنه: أتعمل بكل سؤال تسألني عنه؟ قال: كلا. قال: لما تستكثر حجج الله عليك؟ وقيل الإمام أحمد: أتحفظون الحديث؟ قال: كلا، إنما نعمل به فنحفظه. لذلك الفائدة والفضيلة إن كل ما علمت شيء إنك أنت إيش؟ أن تعمل به. عرفت الغيبة حرام، إذن وعجبت إليك ربي لترضى، ما عاد في غيبة. التصوير، أذية الجار، إلى غير ذلك. كلما علمت شيئا، كلما عملت به، تجد هنا بركة العلم، وهنا زكاته، وهنا بقاؤه بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا النبي يقول جعل شرطا عليه الصلاة والسلام، وهنا جواز اشتراط الشيخ على الطالب والعالم على المتعلم، والمعلم على المتعلم. ولذلك كما شطرط الخضر على موسى عليه السلام، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه الذكرى. فالنبي هنا قال، وهذا أمثلته كثيرة، لما قال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه، قال: وما حقه؟ قال: أن تضري به حتى ينثني. الزبير ما أعطاه، فلان ما أعطاه، لما كنا مجاسي ماك بن خرشة اللي هو أبو دجانة فأعطاه، قال فعصب عصابته الحمراء، وقال: أنا الذي بايعني خليلي عند السهل عند السفح لدى النخيل، ألا أبيت اليوم في الكبول، أضرب بسيف الله والرسول. نعم.